الموتور ديال الاكسجين اللي قلت لكم قبيله ها هو دابا خدام، دابا خدام الترموستا، خدام فلتر، خدام الموتور ديال الاكسجين والبوله. ها الحوت ديالنا دابا مرتاح كيدور في راحتو و تيبان وكلشي زوين، كلشي نقي مقارنه مع البدايه ديال الفيديو كما وريتكم. ولكن راه تقريبا شي 4 اشهر ما غسلته، وكانوا كما قلت لكم كانوا فيه الوليدات صغيرين، دوك الاسماك الصغيره بزاف ما يمكنش نحيدهم. دابا الحمد لله الامور مزيانه كما كتشوفوا. اللي عجبو الفيديو وبغى يصاوب شي حاجه يسولنا نجاوبوه، نعطيه الطريقه كيفاش يربي الحوت، كيفاش يمشي معاه. واللي عجبو الفيديو يتابونا معنا ودرنا لايك. جزاكم الله بخير، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.